شو بدي اعمل هلا؟ رح جن من هالقصة، عم بستنى ومو طالع بايدي اعمل شيء. شو هالحالة هي؟ والله رح جن يا، مليت من هالحالة وما بقى في عقل براسي، لازم لاقيها لهالبنت بقى، والله رح جن. هلا شو استفدت من هالتكسير كله؟ محمود روق شوي شباك. لك انت كيف بدك يعني روق؟ انا قديش صار لي قاعد هون؟ انا لازم لاقي رفيف، لازم لاقيها واحكي معها. انت غلطان، هون بهالبلد مو سهل انك تدور على حدا محمود. ليك فيصل، مو انا اللي بستسلم ابدا، واكيد اني رح لاقيها حتى اذا انشقت الارض وبلعتها. مستعد فتش كل البيوت، فهمني شوي. لك بس لو بقدر امسك طرف خيط بكفيني هالشي، بس مثل مو شايف. حطينا خبر عند كل اللي بنعرفه، الشباب عم يدوروا وما لهم عم يقصروا، وبكره بتشوف الا ما توصلنا اخبار عنها. لك فيصل، كرمال هالبنت بضحي بروحي، ورح جيبها لاني كثير بحبها. الصبح فقت على صوت الخانو، كان رح يوقف قلبي. تقولي طالعة من شي فيلم رعب؟ شكراً. شو عم تحكي انت وياها بالهمس من الصبح؟ عمي الصبح لما فقت ديما متنا من الخوف. اي وين المشكلة لك بنتي؟ شافت منام. موضوع الأولاد جننا على الآخر للمخلوقة، عطول بتفيق عم تصرخ. يعقوب، شو هالحركة اللي عملتها؟ بابا أنا قصدي إنه فيها وشة. ببيتي ما بدي شوف هيك حركات، ما في داعي لقلة الأدب أبداً. لازم نوقف جنب ديما بهالفترة، المخلوعة عم تمرق بظروف صعبة وأنا حاسة بوجعها. معك حق بنتي، عيلتنا قوية ومتماسكة، وهالشي هاد بيبين من وقفتنا ومحبتنا لبعضنا، ولهيك مين ما كان إذا في عنده مشكلة لازم نعمل اللي بيطلع بإيدنا وما نتردد. وطبعا الحكي من ورا ظهره والحركات اللي بلا طعمة، وكمان التلميح بالحكي قدام الناس، مو هيك يا خانم؟ ايه طبعا زياد بيك، معك حق، معك حق عمي. الله عم يختبر صبرنا ورح نطلع من هالمحنة إن شاء الله. نحنا رح نضل ندعي لهالولاد على طول إن شاء الله. إن شاء الله ما بتعرفوا، يمكن تصير معجزة وبالأخير منحمله لحفيدنا بحضننا. ها؟ شو بتقولي نعمة خانم؟ يعني أنا شو بدي أقول؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل عمران بيك. رفيف خانم، إجا عمران بيك. أنت شو هدفك؟ ما عندي هدف عمران بيك، كل القصة. مقابل شو؟ حكيت مع نعمة خانم. مقابل شو قبلتي بالضبط؟ قولي، ليش قبلتي تفوتي بهيك قصة؟ بدي مصاري. ماشي، اسمعيني منيح، طالما المصاري هي هدفك رح تاخدي حقك وزيادة، بس إذا عرفت أنه عم تخططي لشي أو إذا خبرتي مخلوق بهالقصة هي بمحيكي من الوجود. فهمتي؟ أمي وثقت فيكي، بس أنا مالي واثق.
هات البشارة محمود، إلك عندي خبر كتير حلو. شو الموضوع؟ إما للخانم طلعت بالحبس، لقينا أثرهم وأخيراً. عن جد عم تحكي؟ إيه والله. لك عم تحرك يلا. لك روّق، لوين بدك تروح هلا؟ خلاص بحكي لك على الطريق بشو عم فكر، امشي بس فهمني. يلا تعال.